السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير واحسن حال يا رب. قبل بقى ما نقول الفيديو بتاعنا النهارده، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، عايزين لايكات كتير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. واوكا مالك حبيبي، عادي سلم عليك. تعالى كده اوكا. بخير الحمد لله. هو بيتكسف فعلا. هو بقى النهارده عايز يساعدني في ان انا احط الاكل. النهارده احنا عاملين كوكتيل من الاكل. اكل ايه؟ اكل بقى مختلف، اكل فيه كل الفيتامينات. اول حاجه طبعا العيش، والعيش ده اساسي في كل فيديو، في كل حاجه عندي. اساس الاكل عندي هو العيش اهو، ده العيش. ولازم تخليه ناشف كده، لان العيش الناشف على فكره احسن من العيش الطري، لان العيش الطري بيعمل تلبك في معدتي. طيب ايه بقى الاكل اللي انا هحطه بقى فيه كله فيتامينات؟ خد يا اوكا. يوم بقى اللي متابعنا يشترك في قناتنا، عايزين لايكات كتير. حطه هنا. حط بقى، فضيه هنا. اقول لكم بصوا كوكتيل الاكل ده. دي بقى ايه؟ بواقي اكل محشي. بواقي محشي. بواقي محشي. طبعا اي اكل عندك ما ترميهوش، حطي له الطيور بتاعتك اهو. اي بواقي اي حاجه، بطاطس. بصوا الكوكتيل ده اللي انا هعمله النهارده ده، البطاطس والحاجات دي. البطاطس يا جماعه من النشويات اللي بيحتاجها الطيور بتاعتي. تعالى كده نور، بيحتاجها الطيور بتاعتي في اكلها، لانها من الحاجات المهمه جدا، كلها نشويات. عندي بقى، عارفين ايه تاني من الحاجات اللي انا هحطها للطيور بتاعتي؟ بصوا بقى يا دي العظمه، الفلفل والبتنجان والكوسه، كل ده انا بحطه على بعضه. امشي امشي دلوقتي. سيبها يا ماما. بحطه كله على بعضه واخلطه. بصي كل الطيور بتاعتي هتاكل منها. ايه تاني؟ بص اوعى، بص اما اشوف ايه تاني انا جايباه. بص اوريكم بقى الكوكتيلات. بقى ولقمتين عيش برضو، على حبه رز، على ايه. خدوا هم، بص ياكلوا العيش كده، هياكلوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده طعم جيتي لسه عايزه بيه انت لابك. بس انا بقى اعمل ايه؟ الحبه اللقمه. شاطر، شفتوا بقى مالك؟ انا بقول الكلام بنفذه. بس انا المشكله عندي النهارده ان الكام لقمه دولت يا جماعه كان عليهم حب الطبيخ اللي عاجبني، بهدلين الدنيا. فطبعا انا مش هينفع اسيبهم ينشفوا. يا مالك هينشف العيش بالطبيخ؟ فعشان كده انا حطيته، لكن الافضل ان انت تحط العيش ناشف عشان ما يعملش تلبك في معدتهم. لكن اعمل ايه؟ لا خلاص بقى، هم هياكلوا عشان كده خايفين. لا مش خايفين، لا نور بس كده عشان الخيال. حبايب قلبي، احنا النهارده عايزه اقول لكم ان انا عندي بطايه طلعت لقيتها مش قادره تمشي على رجلها، فقلت ان انا هعمل لها حل حلو قوي جنب الفيتامينات اللي انا بحطها والعلاج. هحط لها قرص نوفانجين ابلونج. قرص نوفانجين ده، القرص ده انا ببلعه لها بقها. يعني انا دلوقتي هقوم احطه لها، بلعه لها بقها، اضغطه لها كده بقها. القرص ده مجرد ما بتحطه للطير للحيوان عندك، سواء بطايه او لو فرخه، انا هدوبها له في الميه، لاني مش هينفع ابلعها لها بقها. لكن لو بطايه انا بزغطها لها بقها. القرص ده لو البطايه عندك مريحه ومش قادره تمشي، لا مجرد ما تبلعه لها باذن الله تاني يوم بتمشي زي الفل. تعالى كده يا مالك، حرام. لا يا مالك، حمام متعملهمش اجهاد. فحبايب قلبي، النوفانجين ابلونج ده او قرص الريفو، لو انت جبتيه وبلعتيه للبطايه، يعني زغطته لها كده بقها، باذن الله سبحان الله هتلاقيها زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. يعني ما تخافيش، يعني في ناس بتخاف وتحس البطايه يحصل لها حاجه، لا ما تقلقيش خالص خالص خالص. المهم ان احنا النهارده كنا عاملين اكل كوكتيل بقى، يعني فضلت خيركم كده، ايه مجمعين كل بواقي الاكل النهارده. كنا عاملين محشي، فقلنا بقى ايه نديهم، يعني احنا ناكل محشي هم ما ياكلوش محشي؟ لا طبعا. بس بقى كملوا معانا الفيديو، اعملوا لايكات، عايزين اشتراكات علشان ايه الفيديوهات بتاعتنا تكبر وقناتنا تكبر باذن الله.
تعالى بفضل ربنا ثم فضلكم ان شاء الله. وعايزاكم وفي حاجات مهمه جدا هنعملها الايام الجايه ديت، وعايزه اوريكم دلوقتي ازاي انا هزغط احط القرص ده بق البطايه. ثواني احنا كل مره تانية هم بتحط القرص بقها. بصوا هعمل كده، افتحي يا قطه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو القرص، حطه كده بقها كده واطمن ان هي بلعت. هو كده بلعت بس باذن الله الصبح هلاقيها زي الفل باذن الله، فيهاش اي حاجه. يلا ايش هاتي اوكر. عايزه اقول لكم ان الامر بسيط، ما تخافوش، هو جاي يعني الامر صعب لكن بسيط. يعني ايه؟ يعني انت ما تخافش، طيورك باذن الله في امان طول ما احنا بنعمل التحصينات، والرزق على الله والشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى بقى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى تشتركوا في قناتي. باذن الله عندنا حلول كتيره لطيورنا، ما تخافوش، احنا بنجتهد، لكن الشافي المعافي هو الله سبحانه وتعالى. اي اكل عندك في البيت، تقوير بتنجان، اي حاجه حطيها، الحاجات دي كلها فيها فيتامينات عاليه مغذيه، اكل موفر. دي خلطه سحريه، بواقي الاكل، العيش، بصوا انا حطيت عيش وحطيت كل البواقي اللي عندي في مطبخي. حطيها عندك زيت مقلي، هترميه؟ لا ما ترميهوش، لا حطي له الطيور بتاعتك. الحاجات يا جماعه اللي فيها الزيوت دي حاجات فيها فيتامينات عاليه جدا للطيور بتاعتي، ما تخافش حطها، خاصه الزيت اللي باقي منك من تنظيف من قلي السمك حطيه. كل ده يا جماعه مغذي جدا للطيور، الزيوت عموما فيها فيتامينات عاليه جدا، ما تبخلش على طيورك. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وشاركوا في قناتي. اللي عنده اي ملاحظه اي تعليق رجاء يقول لي، لاني انا بحب النقد على فكره. عموما لو في اي حد لاحظ اي حاجه، في اي غلطه، لا قولي مفيش اي مشكله. وانا برضو اي حاجه هقدر افكوا بيها باذن الله افكوا. عندي الايام الجايه مفاجات كتيره جدا، تابعوني. واتمنى بقى الاشتراك في قناتي ولايكات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.